السلام عليكم متابعيني الأعزاء، أهلا بكم بهذا الفيديو. اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا جهاز من شركة ريلمي، واللي هو الريلمي 8 برو. هذا هو الريلمي 8 برو. سعر هذا الجهاز حاليا هو 240 دولار، يعني تقريبا احنا قاعد نحكي على 350 ألف دينار عراقي. وبهاي الفئة السعرية اللي ينزل بها الجهاز خلال الشهر الراح، حرفيا اكو كومة هواتف نزلت وتقدم مواصفات صراحة جدا ممتازة، مقاربة أو بعضها أفضل من هذا الجهاز أيضا. لذلك بصراحة الاختيار راح يكون صعب جدا، ولكن بهذا الفيديو راح أعطيك بعض النقاط اللي على أساس راح تفكر إذا كان هذا الجهاز مناسب لك أو غير مناسب. لذلك أنصحك أن تكمل هذا الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفاد. وأكيد هذا الجهاز حاليا متوفر عند مركز الجامعة سنتر، راح أعفو لكم أرقامهم بالإضافة إلى صفحات الإنستغرام والفيسبوك مالتهم إذا حاب تطلب هذا الجهاز من عندهم أكيد، وعندهم توصيل لكل محافظات العراق. لذلك إذا تحب تطلبه التفاصيل كلها راح أشوفها بس في الفيديو بصندوق الوصف. قبل ما احكي اي تفاصيل بهذا الفيديو، هذا الهاتف يمثل خيبة امل لمحبين هواتف شركة ريلمي. شلون وليش؟ كل هاي التفاصيل راح تعرفوها من خلال الفيديو. واول شي نحكي عنه بهذا الهاتف هو الشاشة. الشاشة هنا راح تكون طبق الاصل من الجيل السابق اللي هو الريلمي 7 برو. ايضا راح تكون من نوع سوبر اموليد وبحجم 6.4 انش، دقة تصل الى فول اتش دي بلس 1080x2400 بكسل، وبمعدل بكسلات يصل الى 411 بكسل لكل انش، وبمعدل تحديث 60 هرتز فقط. بينما لو اشوف باقي المنافسين من غير شركات، فاغلب المنافسين يقدمون ارقام اعلى من هاي الشاشه بمراحل. والتصميم بهذا الهاتف راح يكون ايضا نفس الجيل السابق، راح يكون من البلاستيك لكن مع لمسه ابداعيه جديده هنا. الهاتف راح يكون ملمسه خشن نوعا ما، لذلك البصمات راح تكون ما مبينه عليه بشكل واضح. بصراحه تصميم الهاتف حلو وعجبني. وزن الهاتف هو 176 جرام، بصراحه يعتبر وزن خفيف بالمقارنه مع الاجهزه الموجوده حاليا. ونتكلم عن الأداء وتحديدا المعالج. شركة ريلمي هنا ما قدمت نهائيا أي تحسينات بمجال الأداء بهذا الهاتف، لأن أيضا يجي بنفس معالج الجيل السابق واللي هو السناب دراجون 720G، وأيضا مع نفس معالج رسوميات اللي هو الأدرينو 618. يعني بصراحة بموضوع الأداء نهائيا ما راح تشوف أي تحسن عن الجيل السابق من هذا الهاتف، ولكن بالاستخدام الهاتف راح يكون سلس وما بي أي مشاكل. وحتى أيضا بموضوع الألعاب الهاتف راح يكون سلس وما راح تواجه أي مشكلة أثناء اللعب. على ببجي موبايل هذا الهاتف راح ينطيك HD مع فريمات عالية او سلس مع 40 فريم، ولكن الامكانيات او الاعدادات اللي ينطيك اياها هذا الهاتف بالالعاب ما راح تكون اقوى شي بهاي الفئة السعرية، اكيد كون المعالج مو افضل شي تحصله بهاي الفئة السعرية. وبكل الحالتين اللعب راح يكون سلس وما راح تواجه اي مشاكل. بالنسبة لخيارات الرام وسعة التخزين، راح يكون عنده خيار واحد واللي هو رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة 128 جيجا بايت، وبالاضافة الى امكانية اضافة كرت ذاكرة خارجي من نوع مايكرو SD. وكل هاي الاشياء ما صار بيها اي تحسن نفسها موجودة بالريلمي 7 برو. نتحدث عن الكاميرات اللي تمثل التغيير الابرز بهذا الهاتف عن الريلمي 7 برو. هنا صار تحسين فقط بالعدسة الاساسية وصارت 108 ميجا بكسل، فتت عدسة f1.9. التحسن بصراحة واضح، الصور راح تكون بيها حدة وتفاصيل قوية، وبصراحة الالوان وطريقة معالجة الصور ايضا عجبتني، بصراحة كانت ممتازة. ولكن بالنسبة لبقية الكاميرات فهي نفسها سواء هنا او في الجيل السابق من الريلمي 7 برو. العدسة الواسعة راح تكون بدقة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.3، والكاميرا الثالثة ماكرو 2 ميجا بكسل f2.4، والكاميرا الرابعة راح تكون للعزل بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4. بصراحة أداء هاي العدسات الثلاثة كان أداء مقبول، ولكن ما بي أي تحسن عن الجيل السابق. إمكانية تصوير فيديو بالكاميرا الخلفية راح تكون 4K مع 30 فريم، وبالحديث عن الكاميرا الأمامية فتجي بدقة 16 ميجا بكسل f2.5، وتصور فيديو بدقة فول HD مع 30 فريم. أداء مقبول بالنسبة للكاميرا الأمامية. الهاتف راح يجي مع منفذ السماعات 3.5 ملم. وبالنسبة لتجربة الصوت، فهذا الهاتف راح يقدم تجربة أسوأ من الريلمي 7، لأن الريلمي 7 كان يقدم ستيريو سبيكر سماعتين، ولكن مع الريلمي 8 برو راح يكون عندك سماعة واحدة فقط، واللي بصراحة تقدم أداء جيد ولكن أكيد مو بجودة الستيريو سبيكر. وبالنسبة للبطارية، فإن البطارية أيضا صارت أسوأ من الجيل السابق. بالنسبة للحجم فهو نفسه 4500 ملي امب، ولكن بالنسبة لموضوع الشحن السريع فهذا الهاتف راح يجي مع الشاحن السريع بقوة 50 واط داخل العلبة، وبالجيل السابق الريلمي 7 برو كان يجي مع 65 واط داخل العلبة ايضا.
لكن اكيد هذا ما يعني ان البطارية او الشحن السريع راح يكون سيء بهذا الهاتف، بالعكس تمام، الاداء راح يكون جدا ممتاز سواء كان باستهلاك البطارية او بسرعة شحن الهاتف، ولكن اكيد ما يصل لسرعة 65 واط. بالنسبة للبصمة او الامان فهنا ايضا راح تكون مدمجة اسفل الشاشة، واللي هي نفسها موجودة بالريلمي 7 برو. بصراحة الاداء هنا محير بالبصمة، بعض الاحيان الاداء راح يكون سريع جدا، والاحيان الاخرى راح يكون بطيء جدا ومرات ما يستجيب اساسا. بصراحة هو هذا الشيء اللي شفته خلال تجربتي لهذا الهاتف. بالنهاية هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو، أتمنى أن كان الفيديو مفيد لكم واستفدتم من عنده. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.